بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع دائما تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم حاجات يا رب تعجبكم وتلوز وتحوز اعجابكم. النهارده هنعمل سلط مختلف شويه، سلط بالمشويات. يعني ايه؟ يعني هنشوي فلفل وهنشوي بنجر وهنشوي طماطم وهنقدمه مع الطماطم الموتزاريلا بصوص البيستو. بس البيستو اللي هنعمله ما فيهوش جبنه، ما فيهوش سنيبر. هقول لكم كل المكونات وهقول لكم البيستو بيتعمل ازاي كمان بالمره، لكن خليكم معانا عشان تشوفوا المكونات الاول. عندي نص كيلو من الجبنه الموتزاريلا القطع المتقطعه شرايح، وثلاث طماطميات، ثلاث ثمرات طماطم مشويين وهوريكم شويناهم ازاي. عندي كمان ثلاث ثمرات فلفل الوان، ثلاث ثمرات فلفل الوان وثلاث ثمرات بنجر مشوي، كل ده مشوي. عندنا فصين ثوم و ثلاث معالق زيت زيتون ومعلقتين خل بلسمك وثلاث معالق ريحان اخضر ومعلقتين بقدونس. هقول تاني المقادير علشان خاطر نكتبها مع بعض وهوريكم ازاي بنشوي الحاجات بتاعتنا. اول حاجه نص كيلو من الجبنه الموتزاريلا قطع متقطعه شرايح، ثلاث ثمرات طماطم وكمان ثلاث ثمرات فلفل الوان وثلاث ثمرات بنجر وفصين ثوم وثلاث معالق زيت زيتون، ثلاث معالق خل بلسمك، واخر حاجه عندنا ثلاث معالق من الريحان الاخضر. والريحان يا سعد من فضلك، وكمان معلقتين من البقدونس. دي الجبنه الموتزاريلا قطعناها شرايح بالشكل ده. وهنا المشويات قبل الشوي، يعني هنا قبل ما بعد الشوي عندي فلفل الاصفر والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والطماطم وده البنجر اهو. لكن قبل الشوي عندنا اهو، هوريكم هنعمله ازاي. هناخد طماطم نرصها بعد ما قطعناها وشلنا اللي في قلبها، وكمان الفلفل زي ما انتم شايفينه اهو، ونخلي الوش بتاعه او يعني الحته الجلده اللي فوق لفوق، الجلده اللي هي من بره لفوق، نخلي الجلده اللي من بره لفوق، ونجيب فرشه وناخد شويه من زيت الزيتون وشويه ملح فقط علشان خاطر ندهن وش الفلفل بتاعنا ده كده اهو كله، وبعدين ندخله الفرن لغايه ما نسويه مع شويه ملح صغيرين. يعني انا دهنته كده بزيت الزيتون لان القشره دي هتتشال، فمش مهم شكلها يعني تدهن جامد. وبعد كده بديله شويه ملح فقط وادخله تحت الشوايه في الفرن علشان خاطر ياخد لون المشوي ويتشوي معانا. بعد ما دخلناه كده تحت الشوايه هنعمل ايه؟ هنطلعه يبرد خالص ونشيل القشره يبقى معاه بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل الدريسنج بتاعنا. الدريسنج بتاعنا هو عباره عن ثلاث معالق، شايفينه ده بعد ما شويناه، ادي الطماطم والفلفل الالوان وشلنا القشره خالص وبنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. هناخد هنا ثلاث معالق زيت الزيتون ونحط عليهم ثلاث معالق من اوراق الريحان الاخضر اهو، بنقشر، بناخد الورق بس نقطفه كده ونحط جواه. لو انا بقى عايز اعمله بيستو هنحط فيه توم، هنحط له توم دلوقتي، لكن انا لو عايز اعمله بيستو هزود له جبنه بارميزان وهزود له كمان ادي التوم وهزود له كمان عليه شويه من السنيبر ونضربه مع بعض، لكن انا مش هعمله بيستو بس، انا بعمل بيستو بعد كده هناخدهم اهو، زيت زيتون وريحان فقط وتوم، زيت زيتون وريحان وتوم، وهنخفقه مع بعض ندعمه. وفي نفس الوقت هاخد بقى الخل البلسمك هنا او ممكن اضيفه عليه، مفيش مشكله طالما كل الموضوع هيبقى مع بعضه اهو. ونشوف كده الخليط بتاعنا اللي هو زي ما قلت لكم ريحان مع خل بلسمك وزيت زيتون وتوم، شايفين عمل ازاي الصوص بتاعنا. هنجيب بوله اكبر وهندي شوية ملح هنا بقى مع الخل بلسمك، وناخد كل الخليط ده نفضيه هنا اهو، صفي المية بتاعت الجبنة، ناخد الجبنة الأول نحطها كده ونحط عليها الخليط ده
ونقلبه مع بعضه، وبعدين نحط عليه شويه من البقدونس ونسيبه في الخليط ده لمده 5 دقائق عشان يتشرب معايا الجبنه الموتزاريلا، تتشرب معايا من الخليط ده. وبعدين بعد ال5 دقائق هنضيف عليه كل المكونات بتاعتنا، الفلفل مع البنجر مع الطماطم مع الجبنه الموتزاريلا والخل بلسميك والثوم وكمان كل الحاجات دي كده شايفين اهو. ونجيب الطبق بتاعنا بتاع الغرف اللي هنغرف فيه. تنورنا تنورنا يا اسامه بجد. هقول للساده المشاهدين لو قالوا اه هخليك تطلع معايا، ايه رايك؟ بس لازم من الاول نجيب موافقتهم عشان ما يفاجئوش. بس ناخد خلاص كده السلطه بتاعتنا جاهزه. هنجيب طبق ونجيب ورقتين ثلاثه خس، ورقتين ثلاثه ريحان، وهنغرف الطبق ده بالشكل السريالي الشكل العشوائي، يعني مش هنرصه فوق بعضه. كل اللي هنعمله هناخد ورقتين من الريحان وورقتين ثلاثه خس في الطبق، وبعد كده نحط الطبق ده جنبنا ناكله بقى بالهنا والشفا. طعمه حلو جدا، ورقتين خس يا سعد من فضلك. مين معانا يا استاذه شهد؟ الو الو. ايوه يا شهد ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. كويس. اتفضلي انا سامعك. انا عايز اعرف طريقه المكرونه البشاميل. ايه ده؟ طريقه المكرونه البشاميل. انا يا حاضر. حاجه تانية؟ لا شكرا. بشكرك على اتصالك يا شهد، وهقول لك على المكرونه البشاميل حالا. شايفين انا بغرف اهو كله مع بعضه، فلفل مع الجبنه الموتزاريلا مع الطماطم. الله ينور يا استاذ احمد، والله ينور يا سمسم ومحمد رشدي طبعا. معانا استاذ عبد الرحمن، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيخ. ازاي؟ الو الو. ايوه يا استاذ عبد الرحمن. بعد اذنك عايز صوص لمكرونه. ايه يا حبيبي؟ عايز صوص لمكرونه في يونكا. لا انا مش سامعك كويس. عايز صوص لمكرونه. عايز اي صوص لمكرونه؟ اه. حاضر، من عينيا من عينيا هقول لك عليه. طبعا اصدقائنا المهنيين هيعجبهم طبق السلطه ده لانهم عارفين طعمه ومكوناته شكلها ايه. انا مش هغرف اكتر من كده عشان يبقى الطبق كده شكله حلو معانا وبالهنا والشفا. بعد ما خلصنا كده اول طبق معانا هنجاوب على اسئلتكم ونتلقى تليفوناتكم، ولكن بعد ما نستاذنكم في فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف مع بعض سمك بطريقه حلوه جدا. هو شبه السمك السنجاري بس احنا عاملين له خلطه كده حلوه، مكوناتها هتشوفوها بعد الفاصل. خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض طبق من السلطة المشوية، هتعجبكم جدا طعمها حلو قوي، وزمانها نزلت دلوقتي واتشهرت على الفيسبوك. تعالوا مع بعض بعد ما عملنا سلطة الفلفل المشوي بالموتزاريلا نشوف السمك البوري بالجبنة والبصل. سمك البوري بالجبنة والبصل هي حاجة جميلة جدا، طعمها حلو قوي. شوفوا مقاديرها وتعالوا نعملها مع بعض. ممكن يبقى سمك أروس سيباس، ممكن يبقى سمك لوت، ممكن يبقى مرجان، ممكن يبقى اي نوع سمك، لكن احنا عشان البوري متوفر عندنا ممكن نجيبه. ومكوناته سهله جدا، ومكوناته موجوده عندنا في كل بيت. عندي سمكتين كبار حوالي كيلو ونص من السمك البوري، سمكتين كبار وبصلتين متقطعين مكعبات، وكمان عندنا كوبايه من الجبنه المبشوره، جبنه رومي مبشوره، ومعلقتين عصير ليمون، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقتين زعتر، ونص كيلو بطاطس، وحوالي 3 ثمرات بصل احمر، وكوبايه مرق سمك. كوبايه مرق سمك. هقول تاني المقادير عشان خاطر يا سما الله يخليك خلينا اقول المقادير. 2 سمك بوري كبار حوالي كيلو ونص، وعندي كمان بصلتين متقطعين مكعبات، وجبنه كوبايه جبنه رومي قديمه مبشوره، وعندي كمان حوالي معلقتين من
عصير الليمون، معلقتين زيت زيتون، معلقتين زعتر، ونص كوبايه بطاطس، وثلاث ثمرات بصل احمر اللي هو الايطالي ده، وكمان عندي كوبايه مرق سمك. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه السمك لازم يكون طازه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شايفين عينه حمراء بتلمع، ناشف مش طري اهو، وجواه عامل ازاي من جواه اهو، شايفين اهو. والتانيه برضو نيجي عليها كده لازم تكون عينها لامعه اهو، تكون كمان ناشفه وتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بعد ما خدنا السمك ده هنجيب صاج فرن، ونجيب فرشه، وندهن شويه زيت زيتون في الارضيه، حوالي معلقه كده. السمك ده حلو جدا، طعمه حلو، جربوه اهو. معلقه زيت زيتون، وهنجيب هنا السمكتين جنب بعض اهو، ونيجي نحط لهم برضو معلقه زيت زيتون من فوق. وبعدين بعد ما دهناهم كده هناخد عليهم شويه من عصير الليمون، شويه صغيرين من عصير الليمون كده، وشويه زعتر، وندخلهم الفرن. هيستووا بالظبط لمده 5 دقائق، لمده 5 دقائق. شويه ملح ورشه زعتر فريش اهو، وهندخل ده الفرن يا سعد من فضلك. على بال ما يروح الفرن ويجيبه هنقول لكم هنعمل ايه في الباقي. عندنا هنا البطاطس متقطعه اتخن من الشيبس شويه وارفع من صينيه البطاطس شويه، هناخدها عشان نعملها، اسمها البوم بلانجير. بوم بلانجير بالفرنساوي، لكن احنا هنقول كده بطاطس بالبصل اهو. حطينا البطاطس، هنحط شويه من زيت الزيتون، ونحط عليها البصل الاحمر المتقطع الشرايح، وشويه من الزعتر، وشوية عصير ليمون، ونجيب غطا، ونحط شوية من مرق السمك، كل ده مع بعضه كده، ونقلبه تقليبة، ونغطيه نسيبه عشان يستوي معانا، عشان ده اللي هنقدمه الجارناتير بتاع أو الطبق الجانبي بتاع أهو. شايفين البطاطس شكلها عامل إزاي؟ فيها زي ما قلنا بصل أحمر أهو، عندنا كمان زعتر، عندنا عصير ليمون، شويه من مرق السمك، وشكلها قدامنا. هنغطيها ونسيبها تستوي، وهي متقطعه شرايح صغيره، مش هتاخد وقت. هنجيب كمان كزرونه او طاسه، ونعمل ايه؟ ناخدها كده، نحط شويه زيت زيتون على البارد اهو، وعليه البصل بتاعنا. هندبله، يعني ايه ندبله؟ يعني نديله بس ثواني. انا ممكن اجيب كده دي اهو، يعني ايه؟ يعني نكسر الحده اللي فيه، انا مش عايزه اكتر من كده لانه لسه هيخش الفرن تاني، فانا عايزه كمان لما اضربه في الخلاط يطلع معايا مظبوط. ناخد عليه هنا زي ما قلنا الزعتر وشويه ملح. هقول تاني، البصل ده انا شغال في 3 حاجات، سمك حطيت عليه شويه عصير ليمون ودهنت زيت زيتون ورشه ملح، دخلته الفرن تحت الشوايه لمده ثواني، وحطيت هنا البطاطس مع شرايح البصل مع الزعتر مع شويه مرق سمك وكمان معلقه عصير ليمون، وهنا حطينا معلقه زيت زيتون مع الزعتر وكمان البصل، وادينا له شويه ملح، وهنسيبه يدبل لمده ثواني، يدبل بس كده شويه، هنقلبه كده كل شويه. البصل متقطع تقطيع كبير ما فيش مشكله، وهنجيب الخلاط بتاعنا او الكبه هنا يا سعد، هنا هات الحمراء، شايفين البصل بتاعي ده اما يدبل هيبقى طري شويه، لما اخده اضيفه مع عصير الليمون ومع الجبنه هيعمل حاجه كده بيوريه، زي حاجه ناعمه قوي. هاخده اغطي بيه السمك وادخله تاني ياخد الوش الجلاتين، واحنا مع بعض قبل ما نطلع بره اهو، قبل ما نطلع فاصل يعني. البصل اهو دبل عندي. طب البصل اهو جميل، خلاص وصل للمرحلة اللي أنا عايزها، مش عايزين نسويه ولا يحمر معانا، أنا يا دوب زي ما قلت بدبله، بطلع منه شوية من البخار بره، وهاخده أحطه فين؟ في الكبة بتاعتنا. وبعدين بعد ما حطيناه كده هنضيف عليه الجبنة وعصير الليمون، ونضربها كلها مع بعضها
هتبقى عامله زي البيوريه، واخدين بالكم اهو، ادي الجبنه وادي البطاطس هتتقدم يا اسامه في الاخر اهو. هات اليد اهي الحمراء. شايفين زي ما قلت البصل ناعم خالص اهو مع الجبنه مع بقيه الزعتر واخيرا عصير الليمون، وبرده هننزل الحروف شويه بشويه كده واحنا شغالين. ليه بقى؟ علشان خاطر تبقى ناعمه خالص، انا عايزها تبقى ناعمه، تبقى بيوريه خالص اهو. وندخل كده اهو. هات السمك بقى يا سعد من فضلك. بعد ما خلصنا كده عندي البطاطس على النار دخلت في السوى، السمك خد الشويه اللي انا عايزهم اللي هو تقريبا نص سوى، وعندي كمان الخليط بتاع البصل مع الجبنه موجود اهو. هناخده كده نعمل فيه ايه؟ ننزله فوق السمك. الطعم ده بقى عايزكم تجربوه وتقولوا لي ايوه اهو. فاكرين مرة من زمان عملنا سمك ألمون باللوز؟ كان قريب من ده بس كان سمك فيليه. معانا اتصال، معانا أم حسين، أهلا بحضرتك. ألو أم حسين، أهلا بيكي. إزي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. عامل إيه؟ أنا بخير والله طول ما أنتم بخير. دايما يا رب. يا رب احنا معلش بتجل على حضرتك. تحت أمرك. في طريقة كيكة بتتعمل بالجلاش. اللي هي يا فندم؟ طريقة كيكة بتتعمل بالجلاش. كيك بالجلاش؟ اه. يعني بتبقى محشية حاجة الجلاش؟ لا لا، هو الجلاش بيتجاب وبتلف كده في الصينية على طريقة على هيئة ورد أو حاجة، وبعد كده بتتعمل خلطة الكيكة وبتتكب فيه. لا هشوفها لك دي وأقول لك عليها. حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ حاجة تانية يا فندم؟ بشكرك على اتصالك وهشوف لك الموضوع الكيك اللي بالجلاش ده. احنا غطينا، شايفين الغطاء أو الغلاف الخارجي أهو أهو. اه ده هنحطه تحت الشوايه، وبعدين هنستأذنكم في فاصل هنروح على الفرن ندخل ده تحت الشوايه، ونستأذنكم في فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف مع بعض شكل السمك التفاصيل، وهنعمل كنافه نابلسيه، ولكن بعد فاصل سريع. خليكم معانا، ما حدش يروح في اي مكان. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض السلطه اللي انتم شايفينه دوت بالهنا والشفا، وكمان عملنا السمكايه اهي هنقدمها بالشكل ده. شايفين الوش عمل جلاتان معانا اهو، وهنديها شويه من زيت الزيتون كده، وانا غارف تحتها بطاطس يعني اللي احنا عملناها اللي هي البوم بلانجير. ممكن نحط لها شويه كمان اهو اهو، احط هنا كده شويه وشويه كمان اها. شكرا يا ياسر اهو. وبعدين تعالوا مع بعض بقى نشوف الكنافه بتاعتنا النابلسيه. هنغير بس الكلافز دوت ونعمل ايه. نقول لكم المقادير بتاعت الكنافه النابلسيه. انا عندي كنافه نابلسيه مقاديرها نص كيلو من الكنافه مفرومه ناعم قوي، جبناها وفرمناها في المفرمه ناعم جدا. عندي نص كوبايه سكر باودر ونص كوبايه نص مع 2 معلقه من السمنه، حوالي 50 جرام سمنه، ورشه بودره زعفران، رشه بودره زعفران، ونص كيلو من الجبنه الريكوتا، جبنه ريكوتا ما فيهاش ملح خالص. عندي كمان كوبايتين من السيرب التقيل. هقول تاني المقادير عشان نكتبها واحنا بنغير كده الجوانت عشان هشتغل بايدينا تاني. او زي ما قلنا عندنا نص كيلو من الكنافه المفرومه ناعم جدا، مفرومه ناعم جدا. عندي كمان نص كيلو من الجبنه الريكوتا، نص كيلو من الجبنه الريكوتا، ونص كوبايه سكر باودر، ومعلقتين سمنه حوالي 50 جرام، ورشه بودره زعفران،
واخيرا كوبايتين من السيرب. تعالوا بقى انا هاخدها واحده واحده كده. ده الكنافه شايفين ناعمه ازاي؟ مفرومه اهي اهي، مفرومه ناعمه خالص خالص، عامله زي دي السمولينا زي الدقيق. برافو عليك يا اس. بعدين هنجيب ايه؟ معلقه وناخد السمنه اهو، وبعدين هنحط عليها السكر الباودر اهو، وبعدين نحط رشه بودره زعفران رشه صغيره، وبعدين ناخدها ندعكها كده عشان تاخد اللون اللي احنا هنشوفه دلوقتي الاصفر ده الجميل، زي بيسموه غروب الشمس، لون غروب الشمس. احنا طبعا انا حطيت رشه صغيره، لو حسيت ان انا محتاج تاني هضيف لها تاني. الكنافه دي جالنا اتصالات الاسبوع اللي فات عن انواع الكنافه بالقشطه، ممكن تبقى دي الكنافه دي مكان اللي بالقشطه. لو عايزين تعملوها بالقشطه هنعمل ديسكين، لا زي نفس الالوان اهو، زود شويه وناخدها كده زي ما قلت. هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الحكايه نفس الحكايه، هنحط السمنه مع الكنافه مع السكر الباودر، وبعد كده ناخدهم نعمل ديسكين قد بعض، يعني نجيب صينيتين قد بعض. شايفين انا بدعكها ازاي؟ عشان كله يتخلله السكر الباودر ويتخلله اهو. واخيرا هناخد الصينيه بتاعتنا، وبعدين طبعا احنا حاطين زي ما قلنا سمنه، لو عايزين تضيفوا سمنه تاني معلقه سمنه هنضيفها ندهن بيها بس الصينيه اهو. شايفين لونها بقى عامل ازاي اهو؟ ناخد معانا مدام سميحه. اهلا بحضرتك. ايوه اهلا يا شيف يسري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضلي. الاخت اللي اتصلت دلوقتي بتقول لك الجلاش بالكيكه. اه دي بنجيب ورق الجلاش الخفيف ده ونعمله ورقه ورقه، الورقه الواحده نلكلكها كده زي ما تكون بتلكلك ورقه وترميها، ونرصها في صينيه متونه في سمن جنب بعض جنب بعض، وندخلها الفرن لما تحمر نكون احنا عملنا حطينا في الخلاط كوبايه سكر كوبايه سمنه كوبايه لبن ثلاث بيضات او اربع بيضات ورشه قرفه وفانيليا، ونضربهم في الخلاط لما تطلع يطلع الجلاش من الفرن وهو سخن، نروح راشين على الوش الخلطه دي وندخلها الفرن تاني، نهزها كده شويه وندخلها الفرن تاني لغايه ما تحمر، تبقى جميله جدا وتتاكل سخنه او بارد حلوه قوي. بالهنا والشفاء. وطبعا بشكر حضرتك على اتصالك مخصوص عشان تقولي لنا عليها. هنجربها ونعملها ان شاء الله قريب قوي. بشكرك يا فندم على اتصالك وعلى اهتمامك، كتر الف خيرك. هناخد كده، شايفين انا بضغط عليها ازاي؟ بسكنها خالص بسكنها خالص اهو، وما الاقي حتت فاضيه كده بزود فيها الكنافه. وبعدين دي تسويه الكنافه دي ما بتبقاش على في الفرن، بتبقى على البوتاجاز. يعني ايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا. بعد ما خدنا كده الكنافه اهو، نحطها كده وناخد عليها الجبنه الريكوتا اهي، والجبنه الريكوتا دي موجوده في الاسواق ومش غاليه زي ما انتم متخيلين. هات لي فرد جاونتي واحده الله يكرمك عشان اللون، فردتين بس. شايفين انا بفردها، طعمها ما فيهاش ملح خالص. لو عايزين تعملوا خليط من الريكوتا والجبنه الموتزاريلا برضو ما فيش مانع، يعني زي ما تحبوا اهو. ناخدها نفردها عليها، وبعدين الجبنه الكريمي عاده بتبقى نسبه الدسم فيها شويه عاليه، فممكن تسيح تسيح اكتر. يعني لو حطينا جبنه كريمي هتسيح اكتر، عشان اسامه بيسالني بيقول لي ممكن نحط جبنه كريمي، هتلاقوها عامله زي القشطه. انا حطيت غيرت اهوت عشان ما تغيرش اللون معايا، وبفردها خالص اهو. ناخد قطعه تانية ونفرد لغايه ما تلم معانا، وما بركنهاش على حروف الصينيه الجبنه عشان ما تتحرقش. يعني شايفين انا بعد ما بفردها بدخلها لجوه، بفضل افرد كده لغايه ما تلم معايا كلها. جربوها طعمها رائع جدا، وخصوصا زي ما قلنا بالجبنه الريكوتا دي هتبقى حلوه قوي. وبعدين ناخد بقى اخر الكميه نص كيلو ونفردها كده، تملى معانا صينيه مقاس 24، صينيه من 24 ل 26 مفيش مشكله اهو. لا انا بوريهم، اصل الايد كده 20 سم، في 4 سم زياده يا اسامه. خلاص انا هنا مولع الشوايه علشان الشوايه نارها مش اهدى، لا الشرايح اللي فيها دي هتخلي لي النار هاديه شويه.
فاهمين يعني ايه؟ هقول لكم تاني. يعني انا لو عندي بوتجاز عادي هخليه على شعره، اخلي النار بتاعته شعره، وبعدين بعد ما فردنا كده مع بعض الجبنه فوق الكنافه اهو، هنحطها كده ولازم نقلبها كده. يا حاجه سعاد، اهلا اهلا بحضرتك. منور الشاشة. اهلا بيكي، ربنا يخليكي، ده من ذوقك. انا عايز اسال حضرتك سؤال. من 3 ايام كده، الله يكرمك يا رب، اتفضلي. من 3 ايام حضرتك كده او من 4 ايام عملت قرص بالعجوه. ايوه يا فندم. عايز اعرف مقاديرها والنبي. حاضر من عينيا، الله يخليك. حاجه تانية؟ بس ما تنسينيش. بشكرك تحت امرك، حالا هقول لك عليها، بس لما نلف كده اهو ما نخليهاش تثبت على النار. انا حتى مخلي جزء منها بره، ليه؟ عشان ياخد هواء وتستوي مع بعضها على نار هاديه جدا 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 جدا. وبعد ما تستوي معانا هتبقى بالشكل ده. الجبنه من تحت نجيب ده كده اهو، ونجيبها قدام، ما نحطش عليها السيرب غير وهي سخنه طالعه كده من الفرن، انا مش قادر امسك الطبق، وننزل عليها السيرب كده سريعا بالهنا والشفا. الف الف هنا وشفا للاكلين. عملنا الكنافه، عملنا السمك، عملنا السلطه، وبعد كده هنقدمهم كلهم مع بعض. وهنستأذنكم، هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع مع بعض نجاوب على كل أسئلتكم وكل اقتراحاتكم. خليكم معانا، محدش يروح في أي مكان لغاية ما نرجع من فاصل سريع. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل زي ما شفنا مع بعض دلوقتي السمك بتاعنا اللي بالبصل، وكمان معاه الجبنة وعصير الليمون والبطاطس والبصل والزعتر وحاجات كتير قوي. كمان شفنا الكنافة النابلسية، بعد ما صبينا عليها كده الشربات والتقيل أو السيرب التقيل، حطينا شوية من الفستق كده نجملها. والتانية بتستوي على النار اهي، أنا برضو معاها لغاية ما تستوي براحتها، بس كل شويه لازم نقلبها كده شويه بشويه لغايه ما تستوي. ما تمسكوهاش بايديكوا عشان بتبقى سخنه جدا، تنسوش ان هي على النار، فناخدها كده كل شويه نقلبها لغايه ما تستوي معانا. عايز اجاوب على الاسئله اللي جات لنا. كان جالنا سؤال عن المكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل عباره عن نص كيلو من المكرونه المقصوصه، نص كيلو مكرونه مقصوصه، بنزلها في ميه فيها شويه ملح ومعلقه زيت، بعد ما تغلي الميه بحطها فيها واسيبها لمده من 8 ل 9 دقائق وانشيلها على طول. ملحوظه، احنا دايما بناخد الميه جري المكرونه نفضيها ونحطها تحت الميه، لا ارجوكم ما تحطوهاش تحت الميه، خلوها لغايه ما تيجي تستعملوها واسلقوها استعملوها على طول. او لو هتستنى معاكم شويه بعد ما تصفوها حطوا عليها معلقتين زيت وقلبوها كده وسيبوها، ما تخافوش، مش لازم الميه بتضيع منها قيمتها وبتضيع منها ماده نشويه، وكمان بتبقى طريه. فبعد ما ناخدها معانا المكرونه ركناها على جنب، بنعمل بشاميل 4 معالق من الزبده واربع معالق من الدقيق، بقلبهم مع بعض، ويكون عندي لتر لبن عشان اخد النكهات جواه. بقطع جواه بصلايه وجزرايه وعود كرفس ورقتين لورو وبشره جوز الطيب وشويه ملح، يغلوا معايا بصفيهم واخد الناتج ده اللبن، احطه مع 4 معالق الزبده واربع معالق الدقيق، واقلبهم كويس قوي لغايه ما يعملوا معايا بشاميل. بركنه على جنب، وبعد كده نجيب اللحمه نعصجها، بصلايه كبيره مفرومه، نحط عليها معلقه زعتر وشويه زيت، اول ما تدبل معانا بديها شويه بهارات، ونديها اللحمه ونعصجها مع بعضها، اخر حاجه بضيفها الملح. نحط طبقه من البشاميل، طبقه من المكرونه، ومعلقتين بشاميل تاني، وبعدين اللحمه، وبعدين نحط شويه بشاميل، وبعدين نحط المكرونه، ونغرق البشاميل اللي بقيته كله اللي عندنا، ونحط على وشه الجبنه، ندخلها تحت الشوايه لغايه ما تاخد اللون ونطلعها نقدمها. كتير قوي بيحطوها لما تنشف، لكن ما لا سيبوه بعد ما تاخد اللون طلعوها. هناخد معانا اتصال وبعد كده نكمل الاسئله. يا استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. بص يا سيدي، في اقتراح وسؤال. اتفضل. الاقتراح يعني ان لو البرنامج اللذيذ الصحي ده يقدم مهرجان الحب المصري لدول الخليج، ويقدم من دول الخليج اكلات السعوديه الامارات الكويت الى اخره، يعني عرفانا بالجميل بتاعهم، دي من ناحيه. حاضر. من ناحيه ثانيه يعني انا
عايز اسال عن مربة المستكة ومربة الورد. الورد؟ اه. وايه تاني؟ مربة المستكة ومربة الورد. حاضر من عينيا، هنعملها لك. ايه رايك عملي؟ المربة الورد ومربة المستكة هي القصة بالظبط. طيب البريد الالكتروني بتاع البرنامج او البريد الالكتروني بتاعك ممكن نشوفه على لو عايز اي حاجه فايتاك في ادخل على الشيف يسري، صفحه اسمها الشيف يسري موجوده عليها عدد كبير جدا، الفيديوهات بتنزل بمجرد ما تنزل، او خش على اليوتيوب على تلفزيون الحياه برضو الفيديو بينزل في ساعتها، فاللي يريحك في الاثنين خش عليه، بس الصفحه موجوده دايما فيها كل اللي انت عايزه، حتى الاسئله بتجاوب عليها وكله. كمان عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان شاء الله نعمل مهرجان كبير جدا، وان شاء الله في تلفزيون الحياه نستضيف كمان ممكن شيفات من المتخصصين في الاكل اللي هو العربي، او في الاكل لو شغالين كمان ممكن نجيب اصدقائنا موجودين، يعني المملكه العربيه فيها مجموعه من الاصدقاء ربنا يديهم الصحه كلهم، على راسهم كبيرنا وعمنا الشيف عبد الرحمن شاهين، والشيف اشرف، والشيف ادري، وشيفات كتير قوي، شيف محمد سليمان، انا مش عايز اقول، والشيف سمير جوده، كل ما بفتكر بقول مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، لانهم عظماء جدا وكبار جدا، ممكن نجيب منهم ناس، ممكن نجيب حد من دبي، نجيب حد من الامارات يشتغل معانا ونعمل يوم احتفاليه جامده جدا. من الامارات، من الفجيره، من الشارقه، وما تعلقش كتير يا اسامه. المهم هنعمل لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها دي. اما بالنسبه للمربى، مربة الورد ومربة المستكة، هي بيعملوها في لبنان وبيعملوها في الشام عشان مستصاغة بالنسبة لهم، المصريين كتير قوي مش هيبقى مستصاغة بيهم، بس أنا هعملها لهم قريب جدا وهنقول لهم مقاديرها بالظبط ونعملها كمان جميل إن شاء الله. عندنا صوص أبيض نقدمه مع المكرونة، لو عايزين تعملوا صوص أبيض مع المكرونة القواقع، هنسلق المكرونة زي ما سلقنا المكرونة اللي فاتت، هنجيب كوباية مرق نحطها على النار تغلي، بعد ما تغلي هديها كوباية كريمة واسيبها لغاية ما تتكاثف تبقى تقيلة شوية، وبعد كده في ناس كتير قوي بتربط بزبدة ودقيق، أنا ما بربطش بزبدة ودقيق، هنحطها معاها وبعد كده هنديها شوية من المشروم، شوية من الفراخ، ممكن نديها شوية من السيفود زي ما تحبوا، مفيش مشكلة. في آخر حاجة القرص، نص كيلو دقيق عليه نص عليه 125 جرام من السمنة، عليه شوية ملح ومعلقة سكر ومعلقة خميرة ولبن رايب لإتمام العجن، وبعد كده بقطعها واسيبها احشيها واقطعها واسيبها لما تتخمر وادخلها الفرن تستوي بالهنا والشفا. معلش وقتنا انتهى، ويا رب يكون معاكم مستمتعين زي ما انا مستمتع جدا معاكم، يعني تكونوا مستمتعين بينا زي ما انا مستمتع معاكم، زي ما بقول كل يوم يا رب يا رب نحب بعض. السلام عليكم.